الله سبحانه وتعالى عمل معجزات عظيمة بواسطة بولس، فكان الناس ياخذون للمرضى المناديل والمآزر اللي لمست جسم بولس ويحطوها عليهم، فتروح الأمراض عنهم وتطلع الأرواح الشريرة من عندهم. وكان أكو جماعة من بني يعقوب يحترفون طرد الأرواح الشريرة، وهي 7 أولاد لرئيس الكهنة سكاو. هذول ال7 فقد مرة من المرات حاولوا يطردون الأرواح الشريرة باسم عيسى المسيح. يا روح نمرك باسم عيسى المسيح اللي يبشر بينه بولس، عم تطلع من هذا الرجال. ايه نقسم عليك بالمسيح عم تطلع. فقلم الروح الشرير. عيسى أنا أعرفه وبولس أنا سمعته عنه، لكن أنت منو؟ فهجم الغجال اللي بينه الروح عليهم وغلبهم كلتهم وشبعهم ضرب، فانهزموا من البيت عريانين مجروحين. سمعتم ايش صار باولاد الكاهن سكاو؟ شلون ما سمعنا؟ انا خفتوا كثير، والناس الموجودين هون بافاس من بني يعقوب ومن غيرهم كلتهم خايفين. يا جماعه بعد ما سمعتوا هذا الشيء عن عيسى فانا اخشى هذا رجال عظيم. بعد ما خشعتوا وش عمل المسيح من اجلي، اعترفتوا بكل خطاياي وامنتوا بينه. ما بس انت، كثير ناس امنوا واعترفوا باعمالهم الشريره وتابوا. هسا أنا كنت بساحة المدينة وهنوك مجموعة من اللي يشتغلون بالسحر جمعوا كتبهم وشعلوها قدام الناس. أنا خشعت اللي صار، ثمن الكتب اللي اشتعلت أكثر من 50,000 عملة نقدية من الفضة. الحمد لله الحمد لله. يا جماعة يا جماعة يكفي أن أقول هاي إرادة الله بنشر كلمته ونعمته على الناس. بهاي الطريقة كانت رسالة المسيح تنتشر بسرعة وبقوة. بولس استمر يعلم التلاميذ المؤمنين شلون يكونون أقوياء بالاتكال على الله، ويشجعهم بالثبات بالإيمان، ويدعوهم للصلاة والدعاء لله دائماً. أخيراً يا إخوان، كونوا أقوياء بقدرة الله العظيمة، البسوا السلاح الكامل اللي طعانا هو حتى تطيقون تصمدون ضد إبليس. انبور نحن ما نحارب أعداء من البشر، لكن نحارب أنواع من الأرواح الشريرة بعالم الظلام. لهذا احملوا السلاح الكامل اللي يطعينه الله، حتى من يجي عليكم يوم الشر تطيقون تصدون هجمات العدو، وبنهاية المعركة كونوا ثيابتين. وهسع قفوا مستعدين، والبسوا الحق مثل الحزيم والصلاح مثل الدرع اللي يحمي الصدغ. البسوا بغجليكم الحماس لنشر رسالة السلام، واحملوا الإيمان بصدوقكم مثل الترس حتى تطيقون تطفون بينه الإسهام المشتعلي اللي يضغبكم بها الشيطان. والبسوا النجاة مثل خوذة تحمي الغاز، تسلحوا بكلام الله مثل سيف فعال بقدرة الروح القدوس، وصلوا بقوة وبإرشاد الروح بكل وقت بكل أنواع الصلاة والابتهال. وانتبهوا وواظبوا على الدعاء من أجل كل المؤمنين. بعد هذا كلته قرر بولس أن يروح لمدينة القدس. يا إخوان، أنا بعثت عليكم حتى أقللكم أنه أنا قررت أن أروح لمدينة القدس وغيح أمر بمقدونيا واليونان، وبعد ما أروح هنوك لازم أزور مدينة روما. يا تيموثاوس ويا راستس، أنا أريدكم تروحون قدامي لمقدونيا، وأنا غيح أبقى فترة وبعدين ألحقكم. بهذاك الوقت صارت مشكلة كلش كبيرة بأفاس بسبب طريق المسيح، وأساس المشكلة واحد اسمه ديمتروس، وهو يصنع نماذج من فضة تمثل معبد الإلهة أرطميس، وكان هذا الشيء يعود عليهم بربح كلش كبير. هذا بولس اشعمل بينا، هذا مين جا علينا؟ سيدي نحن صارلنا مده قاعدين بدون شغل. اشون نشتغل وبولس قطع رزقنا بتعليمه؟ سيدي ما بس نحن ما نشتغل، كل اللي يشتغلون بمهنتنا ويصنعون آلهة كلتهم قاعدين. هذا كله سببه هذا اللي يسمونه بولس. ايش قاعد اقول لك؟ روح اجمع لي كل زملائنا من اهل المهنه ومبورة اريد احكي معاهم. يلا بساعة. حاضر. يا اخوان اسمعوني، خلي احكي معاكم. انتم تعرفون كلش مليح انه عيشتنا على هاي المهنه، وانتم خشعتم وسمعتم شلون هذا الشخص اللي يسمونه بولس ظلل وقنع كثير ناس هون بافاس وبكل المناطق اللي دوما دوغاتنا، ويقول انه الاصنام اللي يصنع الناس ما آلهة، وهذا الشيء غيح يخلي مهنتنا تفقد سمعتها الطيبه. وانا ما احكي عن المهنه بس، لكن معبد الالهه العظيمه أرطميس غيح يفقد هيبته، والالهه نفسها غيح تفقد عظمتها، وهاي الالهه تعبد الناس هوني وباقي العالم. هذا لازم يتعاقب، هذا لازم يتعاقب جزاؤه. انظر هو استهان بالالهه اللي نعبدها. يا جماعه يا جماعه خلونا نعظم الالهه، وصارت فوضى بالمدينة كلتها، وهجموا هجمي وحدي على شخصين جو مع بولس من مقدونيا وجغوهم الملعب المدينة. بولس لمن سمع بهذا الشيء: يا جماعة لازم أروح وأواجه الناس بالملعب. لا سيدي، نحن نخاف عليك. اي نعم سيدي، كلش خطر عليك تروح هناك. سيدي بولس. اشنو؟ سيدي، أصدقائك المسؤولين على المنطقة بعثوني عليك ويترجوك أما تروح للملعب. انظر، هذا الشيء خطر على حياتك. الفوضى كانت بكل الجمهور، حتى أنه أكثرهم ما عرفوا ليش اجتمعوا. وجاء واحد من بني يعقوب غاد يحكي مع الناس، فلمن عرفوا أنه هذا من بني يعقوب صرخوا كلتهم بصوت واحد: ويا سبم هذول اللي حكوا على الإله العظيم، إيه لازم يموتون على فعالهم. العظم الأرطميس إله التفاس، العظم الأرطميس إله التفاس، العظم الأرطميس إله التفاس. يا ناس اسمعوني، أنا عندي حق أحكي معاكم ورانا حاكم المدينة. يا أهالي أفاس اهدوا، صار لكم ساعتين على هاي الحالة. اهدوا واسمعوني مليح. العظم الأرطميس إله أفاس. يا إخوان، العالم كلته يعرف مدينة أفاس هي حارسة معبد إلهة أرطميس العظيمي وحارس التمثال اللي وقع لنا من السماء، وهذا الشيء معروف وما بينه خلاف. لذلك لازم تهدون وما تعملون أي شيء بتهور. وانتم جبتم هذول الشخصين لي هوني، مع أنه هي ما انتهكوا حرمة المعبد وما كفروا بإلهتنا. فإذا كانوا اللي يصنعون إله والعمال عندهم شكية على أحد، فعندنا محاكم وقضاة خلي يشتكون عندهم. وإذا كان عندهم شكية ثانية فنحن غيح ننظر بيها بس باجتماع قانوني، لكن بهاي الطريقة اللي عملتمها نحن بخطر. أمور غيح تصير فتني وبعدين يتهمونا بالحوادث اللي صارت اليوم، ولهذا السبب ما عدنا أي عذر مبرر بينه هذا التجمع. وهسع أغيد من عندكم كل واحد يروح لبيته. الناس لمن سمعوا هذا الكلام تفرقوا، وبولس بعث على التلاميذ وشجعهم، وبعد هذا ودعهم وسافر الولاية مقدونيا، وقام يتنقل بكل مقدونيا يشجع الناس على الثبات بالإيمان. وبعد هذا كلته وصل لليونان، وقعد هنوك 3 أشهر يشجع الناس. وأثناء وجوده باليونان فكر بولس أن يزور مدينة روما، بس ما طاق. لهذا كتب لهم رسالة وضح بها بعض الأمور اللي تخص حياة المؤمن بالمسيح، وهاي الرسالة كانت تمهيد للزيارة اللي يريد يقوم بيها بالمستقبل. من بولس رسول المسيح إلى أحباء الله الصالحين بروما اللي دعاكم حتى تكونون أولياء، سلام الله عليكم وبركات لكم بواسطة عيسى المسيح. يا أخوان، أريد أوضح لكم شيء جدا مهم، وهو صراع الإنسان بينه وبين نفسه، وشنو طبيعة هذا الصراع؟ نحن كلتنا نعرف أن الشريعة هي من الله، وأنا قبل ما يسيطر علي الروح القدوس كنت بشر بطبيعتنا الدنيوية وعبد للخطيئة، ولهذا ما فهمت تصرفاتي مبورا أنا غدت أعمل الشيء الصح لكن ما عملتونه وعملت الشيء اللي أكرهه، وبنفس الوقت أعرف الشيء اللي أعمله غلط. أنا بضميري متفق مع الشريعة وهي صالحة، لكن بالحقيقة ما أطيق أسيطر على نفسي أمبور الطبيعة الخاطئة اللي بداخلنا تخليني أعمل هذا الشيء. وبالنهاية هاي القاعدة اللي عرفتوها، من أريد أعمل خير ألقي بإمكاني عمل الشر، فبداخل نفسي أحب شريعة الله لكن ألقي بكياني البشري قانون ثاني يحارب الشريعة اللي يقبلها عقلي، ولهذا أنا كنت أسير للقانون الثاني للطبيعة الخاطئة الموجودة بكياني البشري. مسكين الإنسان، منو غيح ينقذه من هذا الجسم اللي مصيره الموت؟ ونحن نشكر الله أمبور عيسى المسيح هو منقذنا. وأنا أقول أتباع سيدنا المسيح عيسى ما غيح يدين من الله، أمبور الله سبحانه وتعالى دمر سيطرة الخطيئة علينا بالمسيح اللي جعله ضحية عن خطايانا، وبهذا الشيء تم إرضاء مطلب الشريعة العادل بينا نحن اللي حياتنا تنقاد بالروح القدوس ما بالطبيعة الدنيوية. فمع أنه جسمنا ينفني بسبب الطبيعة الخاطئة اللي بداخلنا، لكن روحنا تحيا للأبد أمبور صغنا صالحين عند الله بسبب انتمائنا للمسيح. يا إخوان، أشقد أشتاق من كل قلبي وأتوسل لله عز وجل أن يحصلون أبناء أمتي على النجاة، وأنا أشهد لهم أنه عندهم حماس لله، لكن هذا حماسهم بطريقة ما صحيحة أمبور هي ما عرفوا طريق الله اللي يجعل الإنسان صالح عنده، وحاولوا أن تكون لهم طريقة خاصة حتى يكونون صالحين باجتهادهم، وما خضعوا الطريق الله. أمبور المسيح كمل هدف الشريعة، لهذا كل واحد يؤمن بينه يعتبره الله صالح. وإذا كنت تشهد بلسانك وتقول عيسى هو مولاي وتؤمن من كل قلبك أنه الله أقامه من الموت، فأنت غيح تنجو من النار. انظر أنت إذا كنت تؤمن بالمسيح من كل قلبك يعتبرك الله صالح وتشهد له بلسانك، فغيح تنجو. ويا لعظمة غنى الله وحكمته وعلمه، ومنو يطيق يفهم مقاصده، ومنو يعرف طرقه، ومنو يطيق يعرف فكره، ومنو يطيق يرشده، ومنو طاع الله حتى يغدلوا الدين. انظر كل الأشياء هو خالقه، وكل شيء منه وبينه واللوه، فاللوه الشكر والحمد. يا إخوان، بما أنه الله رحمنا فأرجوكم أن تقدمون أنفسكم لله مثل ذبيحة حية كاملة مرضية لله، وعلى هذا الأساس لازم تعبدونه، ولا تجارون عادات الدنيا، لكن خلي الله يغيركم الأشخاص جداد بتغيير عقولكم، وبعد هذا الشيء غيح تعرفون إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ووصيكم يا أخوتي، اقبلوا بيكم من هو ضعيف الإيمان، ولا تحاكمونه على آرائه اللي بيها خلاف. فمثلا واحد يعتقد من حقه أن يأكل كل شيء، وواحد ثاني إيمانه ضعيف فيأكل بس خضروات، فاللي يأكل كل شيء لازم ما يحتقر الإنسان اللي يأكل خضروات وحده، ولازم الثاني ما ينتقد اللي ياكل كل شيء أمبور الله رضي عنه. وواحد منكم يعتبر يوم معين للعبادة أهم من باقي الأيام، والثاني يعتبر كل الأيام سوا. فكل واحد لازم يكون مقتنع برايه، فاللي ياكل كل شيء واللي ياكل بس خضروات واللي يعتبر يوم أهم من يوم أو اللي يعتبر كل الأيام سوا، كل هذولي لازم يكون هدفهم أن ما يعيشون النفسهم، لكن يعيشون الما يرضي الله. وبالنهاية يا أخوان، أرجوكم ومن أجل خاطر سيدنا عيسى المسيح، ومن أجل خاطر المحبي اللي يطعينا هي الغوح، أن تجاهدون معاي بالصلاة والدعاء لله سبحانه وتعالى من أجلي، حتى أنجو من الناس الما مؤمنين بالقدس وما دور مداغاته، وحتى يرحب الأخوة اللي بالقدس بخدمتي لهم. أسأل الله منبع السلام أن يكون معاكم كلتكم، آمين. بعد ما انتهت الفت الشغل اللي قعده بولس بكورنثوس، استعد للسفر عن طريق البحر لسوريا، فتآمروا علينه الغير مؤمنين من بني يعقوب حتى يقتلونه، فقرر يرجع عن طريق مقدونيا، وكان معانه مجموعة من المؤمنين. وسافروا عن طريق البحر من مدينة فيليبي بعد عيد الفطير، وبعد 5 أيام وصلوا لترواس وقعدوا هناك 7 أيام. وبيوم الأحد اجتمعوا حتى يكسرون الخبز كذكرى للمسيح، وبولس قام يحكي مع الناس المؤمنين. يا إخوان، إذا كان واحد منكم مؤمن بالمسيح فهو إنسان جديد، وحياته القديمة راحت وجا شيء جديد، وكل هذا يعمله الله سبحانه وتعالى اللي صالحنا بموت المسيح وكلفنا بمهمة مصالحة الآخرين معانه. واللي أقصده أنه الله كان يصالح البشر بواسطة المسيح، وما حاسب الناس على أخطائهم، واستأمنا على الرسالة اللي بيها غيح نصالح الناس معانه. إذن يا أخوان، إحنا سفراء المسيح، والله يستخدمنا حتى نحكي لكم وبالنيابة عن المسيح. نحن نتوسل بيكم أن تتصالحون مع الله. انبور المسيح ما ارتكب أي خطيئة، والله جعله ضحية من أجل خطايانا حتى نكون صالحين عند الله بواسطته. وأنا يا أخوان أكلمكم كعقلاء، وانتم احكموا على الشيء اللي أقوله. ولما نقدم الشكر على الكاس اللي نشغب منه بكسغ الخبز، فنحن بهذا نشترك بدم المسيح، ولما نكسغ الخبز وناكل منه نشترك بجسم المسيح. فنحن كثير لكن بجسم واحد، مثل قوسط الخبز هي وحدي وكلتنا نشترك بيها. يا أخوان، جسم الإنسان واحد يتكون من أجزاء كثيرة، وكذلك المسيح مع أنه عنده أعضاء كثيرة لكن جسمه واحد. فنحن كلتنا اتطهرنا بنفس الروح القدوس الواحد حتى نصير جسم واحد، سواء كان من بني يعقوب أو غيرهم، عبيد كانوا لو أحرار، انبور كلتنا ارتوينا من نفس الروح. يا أخوان، أنا تسلمت هذا الشيء من الله وسلمتونه لكم، وهو أنه سيدنا ومولانا عيسى بالليل اللي خانونه بيها أخذ خبز وشكر الله وكسغ وقال: هذا جسمي اللي ينبذل من أجلكم، واعملوا هذا الشيء تذكار لي. وبعد هذا أخذ كاس وقال: هذا الكاس هو العهد الجديد بين الله وبينكم، مختوم بدمي، وبكل مرة تشربون اعملوا هذا الذكري. إذن كل مرة تاكلون بها هذا الخبز وتشربون هذا الكاس، تعلنون عن موت المسيح إلى أن يجي مرت اللخ. بولس ظل يوعظ الناس وطال الكلام النص الليل. أمبور كان عنده نية سفر الصبح، وكانت مصابيح كثيرة موجودة بالطابق الثالث بالمكان اللي كانوا مجتمعين بينه، وكان شاب اسمه أفتيخوس قاعد على الشباك، فنعس من كان بولس يحكي ونام نوم عميق. نعم يا أخوان، ومرت اللخ أأكد عليكم وأقللكم يا أخ بولس يا أخوان بولس يا أخ بولس. هذا وقع من الشباك ومات. منو اللي وقع؟ هذا شاب افتخروس أنت بتحكي هو نام ووقع. يا إخوان اعملوا لي طريق خلي أنزل أغشعه. تفضل. بولس زت نفسه على الشاب وحضنه. لا تخافون هو طيب. الحمد لله. هذا شاب يلا خذونه لبيته خليه يرتاح. تفضل اخوي. يلا يا اخوان خلونا نطلع. ونكسر الخبز وناكل ونكمل كلامنا. يلا. بولس تابع كلامه لطلوع الفجر وبعد هذا سافر. إلى لقاء آخر مع الحواريون.